السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من الدرس الثالث. طبعا في الجزء الأول حبايبي احنا شرحنا الجرامر اللي موجود في الدرس ده، اتكلمنا عن وان وصم واني، وكمان اتكلمنا عن لايك وود لايك، وكمان اتكلمنا عن نيد ونيد تو، واتكلمنا عن هاو اباوت وات اباوت، وكمان ليتس اللي بتيجي في الاقتراح. تعالى بقى نشوف تطبيق على الكلام ده شكل ما احنا متعودين في كتاب المعاصر. طبعا الصفحة اللي احنا هنشتغل فيها دي صفحة 34، ودي بداية الدرس الثالث اللي بيكلمني عن ماي شوبينج ليست. تاني ماي شوبينج ليست، ماي شوبينج ليست يعني قائمة مشترياتي. تعالى نشوف كده الكلمات اللي هو مديها لي، او الكلمة كلمة بيتزا. بيتزا بيتزا حبايبي النطق بتاعها بيتزا مش بيتزا. كارتس 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 معنى جزر. هاني 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 بمعنى عسل. يوغرت 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 معنى زبادي. فول مدمس فول مدمس مهلبية مهلبية. فرنش فرايز فرنش فرايز فرنش فرايز. شوبينج ليست شوبينج ليست شوبينج ليست حبايبي معناها قائمة التسوق، وفرنش فرايز معناها بطاطس مقلية. تعال نشوف حبايبي يلا الاكسترا فوكابيولاري اللي هو مديها لي. كلمة دينر دينر يعني وجبة العشاء. امباك امباك بمعنى يفرغ الحقيبة. كيوكمبرز كيوكمبرز خيار. كاستومر كاستومر زبون. برجر برجر يعني برجر. لاكي لاكي يعني محظوظ. جريبس جريبس يعني عنب. جوسي جوسي بمعنى كثير العصارة. فريج فريج تلاجة. كوكيز كوكيز اللي هو الكعك المحلى. برايس برايس يعني سعر. ديزيرت ديزيرت ديزيرت. كبرد 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 ده الدولاب او الخزانة. فرايد ايجز فرايد ايجز اللي هو البيض المقلي. بويلد ايجز بويلد ايجز يعني بيض مسلوق. جام 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 يعني مربى. ماركت سيلر ماركت سيلر يعني بائع. سنسبل سنسبل يعني منطقي او معقول. تشويسز تشويسز يعني خيارات. نوتريانس نوتريانس يعني عناصر غذائيه. ديليشس ديليشس يعني لذيذ. ناتس ناتس يعني مكسرات او سوداني. بول 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 يعني سلطانيه. دايريز 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 طبعا معناها يوميات او مذكرات. تعال نشوف كده الامبورتنت اكسبريشنز بتاعتنا. فور لانش فور لانش يعني وجبه الغداء. بالانسد دايت بالانسد دايت يعني نظام غذائي متوازن. ان توتال ان توتال يعني في المجموع الكلي. اكت اوت اكت اوت يعني يمثل او يتصرف. اوف كورس اوف كورس يعني بالطبع. sensible choices sensible choices يعني اختيارات منطقية. تعال نشوف اول تمرين معانا يلا. الشكل ما احنا عارفين ان بيبقى مديني تمرين بيعتمد على حفظي للكلمات. المفروض ان انا بملأ الفراغات دي بالكلمات الموجودة في الجدول فوق. عندنا كلمة shopping يعني التسوق. تاني shopping التسوق. yogurt يعني زبادي yogurt زبادي. french fries يعني بطاطس مقلية. nuts قلنا يعني مكسرات. وعندنا كمان كلمة honey اللي هو العسل. تعال نشوف اول جملة معانا. بيقول لي we use milk يعني احنا بنستخدم اللبن. to make عشان نصنع. تاني احنا بنستخدم اللبن عشان نصنع ايه في دول؟ اكيد طبعا عشان نصنع الزبادي. والزبادي حبايبي اسمه يوغرت. تاني الزبادي اسمه يوغرت. طيب تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي the list makes me remember what I want to buy. the list makes me remember كلمة remember حبايبي معناها يتذكر. فبيقول بتجعلني اتذكر. what I want to buy what I want to buy يعني ما اريد ان اشتري. اللي بيخليني افتكر اللي انا عايز اشتري اكيد the shopping list. تاني the shopping list shopping list حبايبي معناها قائمة التسوق. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول bees شكل ما احنا عارفين حبايبي bees اللي هو النحل. make a طبعا حتى من غير ما اكمل هو بيصنع ايه حبايبي؟ اكيد بيصنع
الهاني هاني اللي هو العسل. بس خلي بالك برضو لازم اكمل. So they are very useful insects, يعني هي حشرات مفيدة. Number four, بقول هي cuts the potatoes to make. طبعا احنا بنقطع البطاطس عشان نعمل ايه؟ برافو عليكم, بطاطس مقلية. يبقى French fries. تاني French fries حبايبي معناها بطاطس مقلي. تعال نشوف كده الليسنينج معانا. الناريتور بيقول lovely, جميلة. tomatoes, عارفين انتوا لما بنبقى في السوق كده ويبدأ البياع ينادي حلوة طماطم, نفس الكلام كده lovely tomatoes, come on buy, تعالى واشتري. how about buying some lovely red tomatoes. خلي بالك بقى من كلمة how about, وشكل ما قلنا في الدرس اللي فات ان how about دي بيجي وراها verb plus ing او اسم. طبعا اللي ما اتفرجش على الدرس اللي فات لازم يرجع يتفرج عليه بسرعة, انا سايب لك الرابط في صندوق الوصف. فبقول لي how about buying some lovely red tomatoes. فالست قالت oh I think we need some tomatoes. بتقول اه اعتقد ان احنا محتاجين بعض الطماطم. خلي بالك من كلمة some, وشكل ما قلنا ان some بتيجي قبل الاسم الجمع او الاسم الذي لا يعد. طيب how much are they حبايبي, كلمة how much معناها كم سنة. تاني how much معناها كم سنة. يبقى هنا لازم اخلي بالي ان انا لما اجي اسأل عن السعر بستخدم حبايبي how much. تاني لما اجي اسأل عن السعر بستخدم how much. يعني how much هنا قال لي معناها كم ثمن. حبايبي how much بيجي وراها is او ار على حسب الاسم, وبعد كده بيجي الاسم بتاعي. طبعا is شكل ما احنا عارفين بتيجي مع الاسم المفرد او الاسم الذي لا يعد, وار طبعا بتيجي فقط مع الاسم الجمع. يعني مثلا لو انا بسأل عن سعر القلم فهقول how much. طيب يا مستر القلم ده مفرد ولا جمع؟ مفرد, فاقول how much is. طيب القلم اسمه the pen, يعني كم سعر القلم. وهنا بقى لما اجي اجاوب حبايبي بشيل how much علامة الاستفهام وابدل القلم غير عاقل, اعوض عنه ب 8 واقول it's 5 pounds. it's 5 pounds يعني هو بخمسة جنيه, او the pen is 5 pounds يعني القلم بخمسة جنيه. طب تعالى كده لما يجي يقول لي how much are bananas, يعني كم سعر الموز. تاني how much are bananas يعني كم سعر الموز. طيب الموز ده بالكيلو, فهو هنا هقول له مثلا ده هو بعشرين جنيه كيلو. فاذا هقول they are, ليه قلت they are؟ اقول له عشان البنانز جمع, فاقول they are 20 pounds بعشرين جنيه. طيب عايز اقول لي كيلو فاقول a كيلو. تاني a كيلو يعني الكل كيلو, يبقى they are 20 pounds a كيلو يعني بعشرين جنيه لكيلو. يبقى اذا لما اسال عن السعر بسال بهاو ماتش واجيب وراها is او are على حسب الاسم اللي جاي, ولما اجي اجاوب اجيب السعر شكل ما اشوفه. فبتقول له هاو ماتش ار ذي يعني بكام الطماطم. قال لها they are good price, they are a good price يعني هي بسعر جيد جدا. they're only 3 pounds for 1 كيلو. for 1 كيلو هي هي حبيبي a كيلو يعني للكيلو. تاني they are good price, they are a good price يعني هي بسعر كويس. they are only, only دي حبيبي معناها فقط, 3 pounds for a kilo or for 1 kilo كيلوغرام. فالست بتقول له okay we will have, we will have a kilogram, هناخد كيلو please. please طبعا للطلب. فبتقول له من فضلك احنا هناخد كيلو. فقال لها how about buying, قبل تاني حبيبي how about اللي بيجي وراها verb plus ing, how about buying some carrots too, يعني رايك تشتري جزر كمان, بيع بقى وعايز يبيع. فقالت له no thank you, لا والله شكرا. فالولد بيقول لها mom please can we have a pineapple, can we have a pineapple يعني ممكن ناخد أناناسة. فالأم قالت له yes إبراهيم let's buy a nice juicy pineapple, يلا نشتري. شوف حبايبي هنا let's buy الاقتراح ده جوه مصدر شكل ما قلنا
let's buy a nice juicy pineapple. يعني يلا نشتري أناناسة بس تكون مليانة عصير أو عصرة. فالبيع له there you go, that will be 20 pounds in total. حبيبي in total دي معناها المجموع. يعني المجموع كله حبيبي 20 جنيه please. تعال نشوف الناريتور التاني. يلا يقول I really like coming. قلنا حبيبي كلمة like بيجي وراها verb plus ing, يعني بيجي وراها الفعل فيه ing. أما would like بيجي وراها to زائد المصدر. بيقول I really like coming to your house grandma. يعني أنا فرحانة خالص إن أنا جيت البيت بتاعك يا جدتي. فقالت لها I like it when you visit me ندى. يعني أنا بحب إن أنت تزوريني يا ندى. فندى قالت لها We haven't got a mango tree in our garden at home. يعني أنا ما عندناش We haven't got ما عندناش mango tree يعني شجرة مانجا in our garden at home. We have got a lemon tree. يعني إحنا عندنا شجرة ليمون. فقالت لها I know I'm lucky to have one. Would you like? قلت لكم حبيبي would you like دي في الحصة اللي فاتت معناها هل تود. Would you like بيجي وراها تو زائد المصدر أو اسم. Would you like to have a mango now? تحبي تاخدي مانجا دلوقتي؟ فقالت لها yes please نعم من فضلك. I'd also like to have your mango and coconut مهلبية later. يعني عايزة اخد المهلبية بالمانجا وجوز الهند. Have you got any coconut? هل انت عندك اي جوز هند؟ فقالت لها yes I bought some in the market this morning. ده انا اشتريت شوية من السوق هذا الصباح. تعالوا نشوف يلا narrator number 3 اشرف. Will you come to the market with me? ممكن تيجي السوق معايا؟ Yes of course عم بالطبع. What do we need to buy? What do we need to buy? قلت لكم حبايبي كلمة need to بيجي وراها مصدر. اما need بس من غير to بيجي وراها اسم. We need to buy bread. يعني احنا محتاجين نشتري خبز and rice ارز. يعني What would you like for lunch? خلي بالك لما اقول من اجل الغداء اسمها for lunch او على الغداء اسمها for lunch. What would you like for lunch on Saturday? حبيبي كل الايام بتاخد حرف الجر. On Saturday, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Uncle Faisal is coming. The Uncle Faisal, عمو فيصل جاي. Oh, I'd like kosheri. أنا واتشو بقى الله. Would like لو ما جاش وراها تو يجي وراها اسم. Please, it's my favorite. والله ده هو المفضل عندي. Okay, are there any onions in the fridge? لاحظ يبقى في السؤال هنا جاب ايه حبايبي؟ Any. Are there any onions؟ والاسم ده جمع. In the fridge. No, there aren't. So, we need to buy bread, rice, and onions. يعني محتاجين نشتري عيش ورز وبصل. تعال نشوف يلا narrator 4. بقولي, okay, what do we need to get ML? What do we need to, لاحظ need to, جي وراها مصدر. What do we need to get ML? فقتلها mom says three lemons, and some eggs. خلي بالك eggs جمع. يجاب لها some. Here are the lemons. فضلي الليمون. The eggs are. خلي بالك حبيبي حرف الاي حرف متحرك. لما الكلمة تبدأ بصوت متحرك بنطق the. The eggs are over there. Oh, and the chocolate too. في كمان شوكولاتة. Is it on mom's list? هل دي فين في القائمة بتاعت ماما؟ خلي بالك ليست بتاخد حرف الجر. On. No it isn't. But can I have some please? ممكن اخد البعض من فضلك؟ فقال لها okay but don't eat it until after dinner أمل. But don't eat it يعني ما تاكلهاش. Until after حتى بعد العشاء يا أمل. ما تاكلهاش الا بعد ما تتعشى. تعالوا مع بعض يلا نشوف الليسننج سكريبت. جنى can you help me unpack the bags please? Can you help me unpack the bags please? ممكن تساعديني في تفريغ الشنط من فضلك؟ فتلاقي yes of course نعم بالطبع. Oh good
يوبوت قلنا بوت ده حبايبي معناه اشترى وده فعل ماضي شاد. مانجوز at the market يعني جيد. وانت اشتريت مانجا من السوق. I love mangoes يعني انا بحب المانجا. Oh and you bought chocolate. ده انت اشتريت شوكولاتة كمان. Delicious حاجة لذيذة خالص. Put that in the cupboard. حط ده فين؟ في الدولاب. Please it's for dessert. ده للايه؟ للحلو اللي بعد الاكل. tomorrow غدا. We only have chocolate on Saturdays. يعني احنا بناكل شوكولاتة بس يوم السبت او ايام السبت. It isn't very healthy. لانها مش صحية. Okay. Where shall I put the cookies? يا ترى احط الكوكيز فين؟ هيتلاقي please put them in the top cupboard. حطيها في الدولاب اللي فوق. You can have one after school tomorrow. انت ممكن تاخدي واحدة بعد المدرسة بكرة. But just one. بس خلي بالك واحدة بس. They aren't very healthy. لانها مش صحية جدا. فقلت لها okay. وهو كذلك. I'll put the bananas in the fruit bowl. يعني نحط الموز في السلطانية او في الوعاء بتاع الفاكهة. On the table يعني على الترابيزة. قالت لها thank you is the chicken in the fridge. هل الفراخ في التلاجة؟ قالت لها it's for shawarma for lunch today. ده احنا هنعمل بيها شاورما. For lunch today للغدا النهاردة. قالت لها yes it's there with the carrots. قالت لها ايوة ده هي هناك مع الجزر. Thank you Jenna. Do you want أم علي for dessert tonight؟ تحب نعمل أم علي للحلو الليلة دي؟ I bought a bag of nuts. أنا اشتريت كيس مكسرات. Yes please mom. أيوة من فضلك يا ماما. That's my favorite. ده أم علي دي المفضلة عندي. تعال نشوف آخر محادثة معنا في الدرس الثالث. بيقول لي hello what would you like؟ أنا قلت حبيبي what would you like معناها ماذا تود. تاني what would you like معناها ماذا تود. فقالت لها I'd like some carrots please. خلي بالكم من الجملة المثبتة بجيب some. وقلنا would like من غير to بيجي وراها اسم. فقالت لها are there any tomatoes. خلي بالكم ليه جبت any هنا؟ تقول لي عشان ده سؤال. خلاص انت عرفتني بقى مستر. Are there any tomatoes. Yes look there are lots of tomatoes. Lots of tomatoes يعني في طماطم كتير جدا. فبتقول لها would you like an orange. Would you like an orange يعني تحبي تاخدي برتقالة. قالت لها yes please can I have some grapes too. قال لها يا مستر مش ده سؤال. هو ليه جاب some. برافو عليكم ردوا عليك هوت. قالوا عشان ده مش اي سؤال ده طلب عشان بادئ ب can I. How about buying some lemons and pineapples too? قلنا how about بيجوا رفع اللي في ING. ماذا عن شراء بعض الليمون والأناناس أيضا؟ فقالت no thanks. قالت له لا شكرا. That's all I need for now. ده اللي أنا محتاجة دلوقتي. تعالوا نشوف حبيبي يلا أول تمرين معانا على الجرامر بقى والمحادثات اللي احنا خدناها دي في صفحة 40. مديني some يعني بعض. about يعني عن. please من فضلك. course would. الماركت سيلر بيقول hello what a you like. طالما في like وانا بقول what يبقى what would you like. what would you like يعني ماذا تريد. I'd like a carrot please. انا اريد اكيد بعض لان دي جملة مثبتة يبقى some carrots please. فبيقول لها would you like an orange. تحبي تاخدي برتقالة. قالت لها yes of course. yes of course يعني نعم بالطبع. how is some lemons. طبعا الاقتراح حبيبي اسمه how about. how about معناها ماذا عن بعض الليمون. قالت له no thank you. تعال نشوف يلا التدريبات اللي على وان وصم واني وازاي اعرف ان الجملة منفية وازاي اعرف ان الجملة مثبتة. بقول لي read and correct the underlined words. مديني جمل ومديني اخطاء المفروض ان انا بصحح الكلمة اللي تحتها خط. بقول لي no there aren't some oranges. هتقول له مستر دي جملة منفية. طب في النفي بجيب مي. بجيب ايه. ايوه برافو عليك. وبجيب اني. cheese are my favorite food. قلنا حبايبي الاسم اللي ما بيتعدش بيعامل معاملة المفرد يعني ياخد is ما ياخدش are. there isn't
any canals near our village. يا مستر ما هو في هنا اهو ودي منفية، هقول لك بس الاسم ده جمع، فياخد aren't ما ياخدش isn't، تاني ياخد aren't ما ياخدش isn't. Can I have any water please؟ ايه ده مستر ما هي اني وده سؤال، هقول لك لا بس مش اي سؤال، ده يا حبايبي برافو عليكم طلب، والطلب ما بجيبش اني بجيب some، بجيب some. I have any rice. الرايس لا يعد ودي جملة مثبتة مش منفية، يبقى لازم اجيب some، ما ينفعش اجيب any. تعال نشوف كده الاختيارات، بقول there is a water on the floor. قلت لكم احبابي اول حاجة ببص لها هو الاسم، الاسم بتاعي كلمة water، قلت لازم اعرف هل هو مفرد ولا جمع ولا لا يعد. هتقولي لا يا مستر لا يعد، خلاص يبقى ولا ينفع ولا ينفع ان، امال هاخد ايه يا مستر؟ قال لي يا صام يا عيني، طب دي جملة مثبتة برافو عليكم، يبقى اخد صام. طيب we want a tea please، نفس الكلام هبص على التي، اسم لا يعد يبقى ولا ينفع ولا ينفع ان، بقى صام وعيني دي جملة مثبتة يبقى هاخد صام برافو عليكم. طيب I went to the zoo yesterday and I saw elephant. هبص على مين؟ elephant. برافو عليكم، ده اسم ايه؟ اسم مفرد، يعني ولا ينفع صم ولا ينفع اني. طب بدي بصوت ايه؟ متحرك، يبقى هاخد ان. They didn't eat apples or oranges. برضو نفس الكلام، apples مالها؟ جمع، يبقى ما ينفعش ولا ان. طب هاخد صم ولا اني؟ هتقول لي اني. ليه؟ هتقولي لأن في didn't، يعني الجملة منفية. Would you like a coffee؟ كوفي اسم لا يعد، جميل، يبقى ولا ان تنفع ولا مني تنفع لأن مني بتاعت الجمع. طيب بقى صمو اني، فناس كتير هتروح تقول اني عشان ده سؤال، هقول لك لا بس بادئ بمين؟ Would you like، يعني ده عرض حبايبي، يبقى لازم اخد صم، تاني لازم اخد صم. تعال نشوف الجنرال اكسرسايزز يلا اللي موجوده في صفحه 44. بيقول read and complete the text with words from the books. عندنا صم قلنا يعني بعض، apples تفاح، wants يعني يريد، buying يعني شراء، any يعني اي. بيقول ندى and her mom are buying a and mangoes at the market. هو بيقول لي بتشتري ايه ومانجا، يبقى عايزين حاجه كمان مع المانجا. برافو عليكم، قال لي يبقى apples، apples حبايبي بمعنى تفاح. طيب بيقول لي ندى would like a carrots، ندى would like a carrots، carrots اسم جمع، جميل خالص. طب دي جملة مثبتة ولا منفية ولا سؤال؟ لا دي جملة مثبتة، يبقى على طول هقول some، some حبايبي بمعنى بعض. mom a some grapes and pineapples، يعني ماما ايه بعض العنب وكمان الاناناس. اكيد هتقول mom wants، كلمة wants حبايبي بمعنى تريد. طيب بيقول لي mom asks how about a some fish، عارفين ان how about بيجي وراها فعل في ing، فعلى طول هقول buying، how about buying some fish، يعني ماذا عن شراء بعض السمك. ندى is very excited and says That's a great. That's a great. يعني ده شيء. تعالوا مع بعض نشوف سؤال الاختياري الثاني. بيقول لي Would you like a orange؟ اوعى تغلط وتقول ده سؤال. قلت اوعى تبص على نوع الجملة الأول، بص على الاسم. Orange ده اسم ماله؟ مفرد. برافو عليك، يبقى ولا صم ولا إني. طب أي ولا إن؟ إن، عشان ده صوت متحرك. طيب There any books on the desk؟ جميل. طبعا أنا عارف يا إيه there يا are there، يبقى هبص على كلمة مين حبايبي؟ بوكس، البوكس ده ماله؟ جمع، برافو عليكم، يبقى اخد ار. طيب I have some grapes، قلنا الطلب بيبدأ بيها حبايبي، برافو عليكم، كان، وانا لاحظ ان جاب some لان ده طلب. There aren't potatoes، برضو هبص على مين اوعى تغلط، potatoes الاول ده اسم ايه؟ جمع. طب جمع يبقى ولا ينفع ولا ينفع ان. طب some ولا اني؟ اقول لك لازم اخد مين؟ ها اني، لان دي جملة منفية. Is there any rice please؟ برضو يا are there يا is there، هبص على الاسم هنا اللي هو ايه؟ rice، برافو عليكم، ماله؟ ايوه لا يعد. طب طالما لا يعد يبقى شكل المفرد، فبالتالي هختار is there. تعال نشوف الترتيب اللي معانا. بيقول لي would و like و I apple some please.
طبعا بليز جه قبلها كوما، يبقى هتيجي في الاخر. طب هبدا باي، وانا عارف ان يريد اسمها وود لايك، كلها على بعضها كده حبايبي، اسمها وود لايك، سو اي وود لايك. طيب ما جابليش ولا تو ولا حاجه، يبقى اجيب سام وبعدين ابلز بليز، يعني انا اريد بعض التفاح من فضلك. اللي بعدها بقول سام باينج ليمونز تو، هاو اباوت، طبعا تو دي جايبلها كوما برضو بقى في الاخر. طب يا مستر ما انت قلت لي هاو اباوت هيجي وراها فير بلس اي ان جي، يبقى هاو اباوت باينج، جميل. طب هاو اباوت باينج ايه؟ ها سام ليمونز، هاو اباوت باينج سام ليمونز، يعني ماذا عن شراء بعض الليمون، واحط في الاخر تو اللي معناها ايضا. طب تعال نشوف اللي بعدها، لايك يو وات وود، طبعا هنا بيقول لي ابدا بوات، يبقى انا عايز اقول ماذا تريد، هجيب وود الاول، بس طبعا في السؤال ما ينفعش اقول وود لايك، لازم احط الفعل في النص، يبقى وات وود يو لايك، تاني وات وود يو لايك. السؤال الرابع بيقول لي complete the sentences with the correct form of the words، المفروض ان هو جايبها لي خطا وانا بصححها، بيقول لي would you like a apples، طب هي خطا ليه يا مستر؟ ما هي ايه اهي، وده سؤال، هقول لك بس بادئ would you like يعني عرض، وفي العرض بجيب سم حبايبي، ما ينفعش اجيب اني. طيب are there any juice، هقول لك الجوس اسم له يعد، جميل، يبقى ياخد ايه يا حبايبي؟ is. طب there is any water، خلي بالك الوتر اسم لا يعد ودي جملة مثبتة، يبقى على طول هختار some. طيب are there some olives، قال لك لا ده سؤال عادي بقى يا مستر، وفي السؤال العادي انا بجيب any. I want a orange please، طبعا الاورنج بتبدأ بصوت متحرك فتاخد an. نشوف يلا القطعة بتاعتنا، بتقول لي I'm ليلى، يعني انا ليلى. I'm in grade 5، grade حبايبي معناها صف، يعني انا في الصف الخامس. I always get up at 6، يعني انا دايما بصحى الساعة 6. I have my breakfast with my family، بتناول الفطار مع اسرتي. I have yogurt، بتناول زبادي. And fruit salad، وسلطة فواكه. My sister likes to have fried eggs and bread، اختي بقى بتحب تتناول بيض مقلي وكمان خبز. My parents like to have فول مدمس، بابا وماما بقى ناس قديمة فبتاكل فول مدمس. In the afternoon، يعني بعد الظهر، my mom and I go to the market، انا وماما بقى بنروح السوق. We buy chicken، نشتري فراخ، برجر، vegetables and hummus، وطحينة كمان for lunch. My sister and I always help our mom in the kitchen، يعني انا واختي دايما بنساعد ماما فين حبايبي، في المطبخ. تعالى كده بقولي ليلى sister، يعني اختي ليلى، has a for breakfast، خلي بالك اختي ليلى مش ليلى، وليلى قالت ان اختها بتتناول fried eggs and bread، طب هنا مديني ايه منهم؟ fried eggs. طيب ليلى's A have full مدمس for breakfast، مين اللي في أسرة ليلى بياكل فول مدمس؟ بابا ومامتها، يبقى ليلى's parents. ليلى is in grade، هي قالت ان انا في الصف كام حبايبي؟ الخامس، يبقى 5. تعالوا نشوف الاسئلة اللي معانا، بيقول لي where، طبعا حبايبي where بمعنى اين. where does ليلى go in the afternoon، بيقول لي اين تذهب ليلى بعد الظهر. طبعا هنا حبايبي اي سؤال فيه does بشيل where واشيل does، ليلى دي اعوض عنها بشي، بس does دي مش بخيلة، بتسيب لي ايه اس اوديها على الفعل تبقى goes، يبقى she goes، ابدأ بقى اشوف بتروح فين. ايوة to the market، يعني بتروح للسوق، يبقى she goes to the market with her mom، يعني بتروح السوق مع مامتها، with her mom. طيب السؤال التاني بيقول what do ليلى and her mom buy at the market، بيشتروا ايه بقى من السوق حبايبي؟ طبعا برضو بشيل what وشيل do، وليلى وماما عوض عنهم بايه؟ برافو عليكم، they، عشان هما جمع، يبقى they، واجيب buy، ايه ده مثلا ما قلتش buys؟ هتقولي لا لان دي do، بخيلة تدينيش حاجة،
يبقى they buy بيشتروا ايه بقى؟ برافو عليكم، بيشتروا chicken يعني دجاج، بيشتروا برجر، vegetables وكمان خضروات، and hummus وايه كمان حبايبي؟ وحمص. تعال نشوف اخر سؤال معانا، هو سؤال الترقيم. بيقول لي can I have some grapes please؟ طبعا كان السي لازم تكون كابيتال عشان في اول الجمله. الضمير اي حبايبي انا لازم يكون كابيتال في اي حته. have some grapes، برافو عليكم. قبل بليز لازم احط كوما. طب في الاخر هتقولي ده سؤال، يبقى في الاخر question mark. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس بتاعنا النهارده، وده كان تطبيق في الكتاب على الشرح اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. اللي مش متابعنا ينزل على صندوق الوصف، هيلاقي كل الحلقات اللي احنا قدمناها في منهج سنة 5. تابعنا من الاول واستفيد ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. استنونا في الحلقة الجاية مع الدرس الرابع ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.